معرفش يعني، اتمنى يكون الصوت واضح. انما شكرا لدولة الرئيس على يعني الفرصة ان احنا النهاردة نتواجد بعد اجتماع ده مجلس الوزراء، نعرض مع حضراتكم الموقف ونطرح على حضراتكم ما وعدنا بيه، ان يبقى عندنا حزمة تسهيلات ضريبية اولى زي ما قلنا وليس اخيرة، لان التطوير عملية مستمرة، وان شاء الله هنتعامل مع كافة التحديات تدريجيا عشان نقدر نتحرك لقدام ونخلق بيئة استثمارية افضل للجميع. زي ما عرضنا قبل كده، احنا هدفنا واضح جدا، هدفنا منظومة ضريبية فيها 3 محاور اساسية، فيها وضوح ويقين، الناس عارفة بالظبط واجباتها والتزاماتها، عندهم بساطة وسهولة في التنفيذ، وعندنا خفض الاعباء قدر المستطاع عشان نحافظ على تنافسية البيئة الاستثمارية في مصر. دي المنظومة الضريبية، وده التسهيلات الضريبية اللي احنا جايين بنتكلم عليها، هي الأولى، وبأكد مرة أخرى على الأولى، إنها إن شاء الله هتساعدنا في تحقيق هذا الغرض بقوة. احنا كنا هنا من أقل من شهر في 11/9، وكنا يعني كنت بشرف إن أنا أبقى واقف جنب دولة الرئيس وبنعلن هذا الأمر، وأعلنا ملامح أولية، ووعدنا إن احنا في فترة قريبة جدا هنيجي بالتفاصيل. النهارده جايين نعرض هذا الأمر، لكن كمان خلينا نقول إن احنا الفترة الماضية دي احنا كان الهدف أساسا إن احنا نطرح القصة دي على كل المجتمع الضريبي، على مجتمع الأعمال، على ممولين، على اتحاد صناعات، على غيرهم من الأمور، وده الحقيقة تم بشكل كبير جدا، بهدف مرة أخرى إن يبقى عندنا حزمة أولى يعني تحقق الغرض منها، وهو عودة الثقة، بناء شراكة حقيقية مع الممول ومجتمع الأعمال، وجود حالة من الاطمئنان على قدرتنا كمان على التنفيذ هذا الأمر بإذن الله. فإحنا يعني مرة أخرى بنتكلم على 20 إصلاح، هذا 20 إصلاح دول تم عرضهم على من خلال أكتر من 20 اجتماع قمنا بيه في حوار مجتمعي موسع مع كافة الجهات. أنا حابب بس إن أنتوا حضرتك تشوفوا صور سريعة لبعض هذه الاجتماعات، سواء مع اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف، في اجتماع كان مطول وكان مهم جدا، كان في اجتماعات مختلفة جامعات رجال الاعمال متنوعه محليه وخارجيه. دي امثله وليس ما تم، لكن دي امثله واقعيه مما تم خلال الاسابيع الماضيه. عندنا اصحاب الفكر الاقتصادي واصحاب الافكار اللي ممكن كان يبقى مهم قوي ان احنا برضو نطلع على التجارب وعلى رايهم وعلى خبراتهم. بنتكلم النهارده على عدم اجتماعات بقى مع المهنيين نفسهم، مع اصحاب الشان المباشر، المحاسبين و يعني كل من يمثل مهنة الضرائب وخبراء الضرائب ومكاتب الضرائب ومكاتب الخبرات الاستشارية، مكاتب المحاسبة، يعني ده كله كان عندنا. وكان امبارح آخر اجتماع كان مع جمعية الضرائب المصرية، يمكن بحضور أكثر من 400 ممثل لكل من هو مسؤول عن عمل منظومة الضرائب في مصر، من أول مصلحة الضرائب وقيادتها انتهاء بكل المكاتب. فنتيجة ده كله متأسف، انا برضو حابب اوضح حاجة، انه يعني لو ارجع دقيقة واحدة بس هنا، حتى مهم قوي نوضح ان احنا كنا كمان بنتنسق مع شركائنا في الحكومة او في الدولة المصرية، وزارة الاتصالات قعدنا معاها كذا مرة بنتكلم على جهاز المشروعات، عشان في الاخر احنا جايين بحاجة هتفيد وان شاء الله تقدر تحقق الغرض من وجود شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال، مجتمع الأعمال، ومع الممولين، مبنية على اللي أنا قلناه من دقائق، يقين ووضوح وتبسيط حقيقي على الأرض. فالنهاردة إحنا جايين النهاردة ال20 إجراء اللي إحنا وعدنا بيهم. خليني أقول ال20 إجراء دول ممكن نجمعهم إن هم بيخدموا 4 أغراض رئيسية، وال4 أغراض الرئيسية دول مهمين جدا جدا لخلق بيئة استثمار أفضل، لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، وكمان النهاردة نقدر نساعد على قد ما نقدر مجتمع الأعمال ونديله قدر من اليقين والوضوح. نتكلم النهاردة على مجموعة هتخفف الأعباء على الممولين، ولكن كمان مهم قوي إن احنا نجذب ممولين جداد، ندخل معانا جزء من الاقتصاد غير رسمي، ندخل معانا جزء من الممولين اللي عندهم رغبة حقيقية إن هم يشتركوا في القطاع الرسمي ويستفيدوا ويكبروا وينموا. بنتكلم على إزاي نقدر نوفر سيولة ومساندة سريعة للممولين تقدر تساعدهم على النمو وعلى إن هم يكبروا وان هم يحققوا يعني اكبر قدر من زياده الانتاج والانتاجيه. نتكلم على ازاي نبسط الاجراءات ونوحدها، ما يبقاش كل حد ممكن بيتعامل باكتر من معامله. وبنتكلم على حاجات عموما ضروريه لانهاء ملفات قديمه
ونزاعات ممتده لسنوات طويله جدا بتجرنا لورا، والنهارده عايزين نطلع لقدام، عندنا منظومه ميكنه عايزين نتحرك بيها لقدام، في حاجات كتير قوي شدانا لورا ان شاء الله هننهيها بشكل كامل وبشكل طوعي. ده حاجات هتبقى طوعيه الممول والمستثمر يقدر يستفيد منها ويتحرك من خلالها. لو بدات بالاجراء الاول وهو اجراء مهم جدا، هو احنا ما كانش عندنا في مصر منظومه ضريبيه للمنشات الصغيره ولا لرياده الاعمال ولا لكل من هو يعمل في مصر تحت 15 مليون جنيه. ما كانش موجود هذا الامر، كان موجود عندنا بعض الحوافز الضريبيه في قانون المنشآت الصغيرة اللي كان بيشرف عليه الجهاز المشروعات الصغيرة، ما كانش عندنا في قانوننا في الضرائب منظومة متكاملة. النهارده بقى عندنا منظومة كانت متكاملة جاهزين بيها، إن شاء الله هنتقدم لمجلس النواب بيها وهي جاهزة بكل الصياغات وتم مراجعتها، يعني يتوقف عليها رتوش صغيرة جدا لمراجعة في مجلس الوزراء اللي يمكن الأسبوع القادم، ثم نبعتها بإذن الله لمجلس النواب إن شاء الله للمناقشة والاعتماد. النهارده بقى عندنا منظومة متكاملة بتخاطب كل انواع الضرائب، مش بس ضرائب الدخل، بتتكلم كل انواع الضرائب، كل انواع الضرائب والرسوم اللي بتشرف عليها وزاره الماليه، بتقدم مميزات هائله وحوافز كبيره جدا، بتخاطب كل انواع الشركات وكل سواء الشركات الفرديه او الشركات القائمه، بتتكلم الجديد واللي جاي، بتتكلم على القديم، وهوري دلوقتي حضراتكم ايه اللي بتقوم بيه. دي مجموعه او ملامح الاساسيه لهذا البرنامج او لهذه المنظومه. بنتكلم على اعفاء كامل من ضرائب الدمغه ومن رسوم الشهر والتوثيق، بنتكلم على اعفاء كامل من ضريبه الارباح الراسماليه ومن ضريبه توزيعات الارباح لكل شركه في مصر حجم عملها حتى 15 مليون جنيه. بنتكلم من اعفاء من تطبيق نظام الخصم او الدفعات المقدمه عشان نديهم سيوله يكبروا، دي في مرحله دي شركات عايزينها تكبر وتنمو وبسرعه جدا تقدر توصل لارقام ربحيه وحجم اعمال اكبر بكتير. بنتكلم على ان احنا حاجات تانيه مهمه جدا، بنتكلم ان احنا مضافه بتتقدم كل شهر، احنا هنطلب منهم يقدموها 4 مرات في السنه عشان نيسر، وهنعمل لهم اقرار بسيط جدا لا يتعدى كذا صفحه بسيطه جدا، وهنساعدهم على تقديمه وهنديهم الخدمه ان هم يقدموه بسهوله ويسر دون اي مقابل. بنتكلم على ان احنا النهارده حتى لو حد عنده شركه وعنده 5 أو 6 أفراد يستحق عليهم ضريبه مرتبات، حتى هذه الضريبه مش هنطلبها شهريا زي كل الشركات، هنطلبها مره في السنه مع التسويه السنويه اللي بيعملوها عشان ما يبقاش عليهم عبء ان هو يجيب بقى مكتب محاسبه ويبقى عليه تكاليف كبيره في هذا الامر. بنتكلم ان احنا النهارده شهاده الميلاد بالنسبه لنا ليهم هو يوم ما يجوا يسجلوا عندنا، ومش هنبص في اي حاجه ورا، مش هنرجع لورا، هو جه سجل مش هنساله بقى على كان فين وكان بيعمل ايه، خلاص ده بدايته معانا. وبنتكلم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان احنا لبناء الثقه احنا لمده 5 سنوات هنقبل كل اللي يقدمه ولن نفحصه. احنا هنثق فيه لغايه ما هو يقدر يكون، واحنا هنفضل نثق فيه لكن احنا هنديله مساحه ان هو يقدر برضه يعرف السيستم ويعرف المنظومه ويعرف ايه المطلوب، وهنقدم كل الخدمات الدعم زي ما قلت بدون مقابل. فده لاول مره منظومه متكامله بتخاطب كل انواع الضرائب وليس نوع ضريبه واحده. ونيجي على اخر حاجه، ضريبه الدخل او ضريبه الارباح. احنا مدينا او زودنا ال 15 مليون زي ما قلت، وقلنا ضريبه مقطوعه سهله جدا، مش محتاجه خلاف ولا محتاجه تباين ولا ان حد في المأموريه يقول له ايه اللي عليك ولا ايه اللي ليك ولا اخصم لك ايه ولا احط لك ايه، قصه بسيطه قوي. عنده حجم اعمال لقيت رقم معين بيدفع 1000 جنيه، عنده رقم اعمال لقيت 500 الف جنيه هيدفع 2500 جنيه خلاص، وياخد رقم يدفع الرقم ده يبقى عنده مخالصه من الضرائب. حتى لو عنده ارقام اعلى هناخدها نسبه من الايراد، على الرغم من ان الصح ان دايما يبقى الضريبه نسبه من الارباح، لكن حتى للفئه الصغيره دي عشان ما نخشش في فكره مصروفات وايه اللي يتخصم وايه اللي يتسدد وايه كده، بنبسطها جدا. الايراد ما فيش خلاف عليه ما بين المصلحه وما بين الممول، فاي حد عنده هذا النشاط حتى 15 مليون جنيه يقدر يستفيد من هذا الامر. وان شاء الله بنوقع بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيره ومع وزاره الاتصالات وغيرها، لان ده بيخاطب ناس كتير قوي، بيخاطب الفريلانسرز او رياده الاعمال والانشطه الجديده والشركات الناشئه، وبيخاطب اي حد بيفكر في مشروع صغير وعايزه يكبر وعايز ياخد تمويل وعايز يصدر. دي بتخاطب حاجات كتيره جدا جدا، وبتخاطب كمان مجتمع الاعمال الصغير، وبتخاطب كمان القطاع الغير رسمي اللي حابب جدا وان شاء الله نشجعه ان هو ينضم ويستفيد من الحوافز دي وحوافز غيرها كثيره. كل ده جاهز تشريعيا
لان احنا محتاجين نكون نحط منظومه ما كانش عندنا في الضرائب، منظومه متكامله لكل هذه الانواع من الضرائب. فده كان حاجه مهمه جدا. نتكلم النهارده الحمد لله برضو، ويعني اختبرنا هذه المنظومه الالكترونيه، بنطلق منظومه الكترونيه للمقص. ده موضوع مهم جدا جدا جدا. النهارده اي ممول في مصر ممكن يبقى له مستحقات عند الدوله، دعم صادرات، معالي الوزير هيشرح الموضوع كمان شويه على منظومه مسانده الصادرات، ممكن يكون له مستحقات عندنا كمقاول او عميل بيورد بعض المنتجات، ممكن يكون عنده مستحقات لينا رد ضريبة القيمة المضافة، أو عنده رصيد دائم دفع ضرائب وعنده رصيد دائم في الضرائب، يقدر النهاردة خلال هذه المنظومة يستغلها ويستخدم هذه الحصيلة أو هذه المبالغ التي يستحقها لتسوية التزاماته، يقدر يسدد بيها ضرائب، يقدر يسدد بيها أنواع ضرائب متنوعة، يقدر يسدد بيها التزامات أخرى عليه للدولة. وهنتوسع فيها تدريجيا، هنبتدي ببعض الأمور ثم نتوسع فيها تدريجيا بعد ما نطمن. وهو صاحب القرار هو اللي بيخش بيشوف رصيده وبيقرر عايز يوديه فين. فعشان كان ده يتم كان لازم يبقى فيه ربط إلكتروني ما بين الجهات دي عشان تقدر تتم، عشان يقدر النهارده ما يبقاش حد عليه غرامات. هو ده ايه الفكرة في ده؟ ان هو بقى لما هو يبقى عليه التزامات وبتحول عليه غرامات وغرامات تأخير يقدر يستغل هذا الأمر وبسرعة. بنتكلم النهارده حاجه شديده الاهميه. النهارده كان واحده من المشاكل الهائله واحنا بنحل اي مشاكل قديمه او اي نزاعات، ان كان ممكن يبقى اصل الضريبه المستحق اللي كل الناس متفقه عليه سواء الممول او المستثمر او مصلحه الضرائب او اي جهه اخرى في المصالح عندنا، انه كان يبقى متفقين على اصل الضريبه او على ايه المطلوب، لكن كان في غرامات هائله ممكن تبقى ممتدة لسنوات طويلة جدا. خلاص هنعمل سقف للغرامات ما تعديش أصل الضريبة. لكن كمان مهم وده شيء ضروري يعني، وأنا بعتبره واحدة من أهم الإجراءات، إنه كمان الممول والمستثمر يبقى عليه التزام ضريبي من ساعة ما نختاره وليس من سنة الفحص. يعني أنا النهاردة ما أجيش أفحص حد بعد 5 سنوات ويطلع عليه فوق فحص منطقية جدا وهو قابلها، فأجي أقول له إن أنت عليك غرامات من سنة اللي انت فحصتها اللي هي من 5 سنوات، انا اللي اتأخرت او انا اللي فحصته في الوقت القانوني، وبالتالي هيبقى عليه اي ضريبة مستحقة واي غرامات منذ تاريخ اختاره بهذه الضريبة وليس في سنة الملف. وهنحط سقف للغرامات خلاص يبقى اخرنا هذا الرقم، بحيث نقدر ما يبقاش فيه نوع من يبقى عارف اولا الممول يبقى عارف بيقينا ايه اللي عليه وعارف ايه اخر حاجة ممكن تبقى تطالب منه. النهارده بنتكلم على حاجه مهمه جدا، احنا عايزين نشجع الناس انها تنتظم معانا في كل المنظومات الالكترونيه. والحقيقه بقى في انتظام كبير جدا، عشان بس اقول لحضراتكم احنا النهارده عندنا اكتر من 1.4 تريليون يعني فاتوره الكترونيه من ساعه ما بدانا التطبيق وادخلنا. فانت بتتكلم على حجم كبير جدا من الشركات والالتزام الطوعي، لكن احنا عايزين نشجع الناس اكتر. فاحنا النهارده كل اللي مش مسجل ضريبيا بنقول له تعالى لفتره خلال هذا العام. كل الاجراءات دي بتتكلم على العام المالي الحالي، ما بنتكلمش على احلام وما بنتكلمش على طموحات السنوات القادمه. وبرده باكد دي الحزمه الاولى، النهارده لو انت مش مسجل تعالى سجل، وان احنا النهارده هنتقبل هذا الامر. وزي ما بقول هنبتدي صفحه جديده، ولن نرى ولن نبص للماضي، بل بالعكس احنا عايزين نبتدي معاك صفحه جديده كلها ثقه ويقين. هنسمح بقى لحاجه مهمه جدا، لو انت ممول ومن سنه 2000 ل 2023 وانت بتقدم اقرارك في اقرار وقع منك، في اقرار انت دخلت وكان ظهر لك بعد كده ان كان في خطا او كان في شيء محتاج تقر عنه. النهارده الواقع كان بيقول انه يبقى في غرامه ويبقى في تهرب ونخش في مشاكل. النهارده بنسمح لك تسوي اوضاعك وتيجي تقدم الاقرار المعدل وتيجي تقدم اي اجراءات او اي بيانات اضافيه، ولن نتعامل معاك الا بمبدا الثقه. احنا عملنا منظومات كتير قوي، وارد جدا تكون انت يعني كممول كمستثمر محتاج تعدل بعض الحاجات، هنسمح بدوت. كل ده هدفه ايه؟ هدفه ان احنا نقفل ونساعد ونحل كل المشاكل القائمه عشان نبتدي مع المنظومه الالكترونيه الحاليه بشكل سهل نقدر ننجز فيه وبسرعه. بنتكلم على حاجه مهمه جدا برضو، النهارده لو انا النهارده قدمت اقرار من حقي اعدله في خلال الفترة دي، من حقك تعدل الإقرار، مش بس أنت تكون إقرارك ما قدمتوش، حتى لو إقرارك كان فيه تعديل واكتشفت إنه كان فيه معالجة معينة أو فيه
طريقه محاسبه او المحاسب بتاعك وجهك لشيء، هنسمح لك برضو بده برضو عشان نبني قدر من الثقه والشراكه. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، ازاي النهارده في مجموعه كبيره قوي من النزاعات الضريبيه القائمه، وكان في قانون عندنا ممتاز ساعدنا على انهاء عدد كبير جدا من هذه المنازعات. احنا الحقيقه تقدمنا لمجلس النواب، مجلس الوزراء الموقر وافق على هذا الامر، وبعتنا قانون لتجديد العمل بانهاء المنازعات الضريبيه. هدفنا ان كل المنازعات القائمه من خلال هذا القانون ومن خلال كل التسهيلات المكمله اللي احنا اعلنا عنها دي واللي هعلن عليها تباعا تكون موجوده. هذا القانون حاليا في مجلس النواب، وان شاء الله برضو من ضمن الحزمه اللي ان شاء الله يقرها ويتم الاستفاده منها، وبنتكلم منها على الاف الحالات اللي ممكن تستفيد من هذا الامر بيسر وسهوله. طيب النهارده الناس كلها التزمت ودخلت معانا في المنظومه الضريبيه، ايه العائد من هذا الامر؟ العائد ده لكل هذه الموالين ان النهارده احنا بنديهم يعني وعد من خلال منظومه بسيطه، وده قرار اداري احنا جاهزين بيه وجاهز الاصدار. احنا بنبص تاني في منظومه رد ضريبه القيمه المضافه، هنبسطها وهنسهل اجراءاتها وهنميكنها بشكل كامل وهنخلي الرد اسرع، وبنوعد ان شاء الله هذا العام ان احنا نحاول نزود باربع اضعاف هذا العدد القائم. يمكن حاجه مهمه قوي انا نسيت اقولها او يعني عديت عليها بسرعه، برضو كان مهم تعرفوه حضراتكم، كان عندنا الفحص بيحصل في المراكز لكل الممولين. النهارده الفحص هيبقى بالعينه في كل المراكز الكبرى وفي كل المأموريات، هيبقى الفحص بالعينه، يعني خلال السنه عدد معين من الممولين هو اللي هيتفحص والباقي لن يكون مطلوب منه يتفحص، وبالتالي هنقبل اقراره اقرار ذاتي، هنقبله وهنجري بيه. النهارده برضو من الحاجات المهمه ان الشركات الكبيره كان بيبقى عندهم اكتر من شركه وكان بيضطروا يقدموا اكتر من اقرار، دلوقتي احنا للشركات التابعه حتى 30 مليون جنيه يقدر يقدم اقرار واحد ونبسط له الامور والاجراءات. انا بحاول يعني طبعا العرض ده هيكون تحت نظركم وهنسيبه لحضراتكم، بس انا بحاول ادي حضراتكم فكره عن هذا، عن كثير من الامور اللي ممكن تعمل نقله كبيره قوي. كان واحده من المشاكل اللي بتقابل كل الناس، عندنا قطاع مهم قوي في مصلحه الضرائب اسمه قطاع البحوث، هو اللي بيطلع الادله، بيطلع الاراء الفنيه. النهارده احنا بنخلق لهذا القطاع زي مجلس اداره، بنخلق له يعني مجلس استشاري من قامات كبيره جدا محايده، تقدر تضمن ان اي قرار هيطلع هيكون مراجع، وسيتم مراجعه كل القرارات التي اصدرها قطاعات البحوث عشان نقدر ندقق ونحسن ونعالج كتير من المشاكل. في كتير من المشاكل على فكره حلها في بعض القرارات دي انها تصوب، وده احنا جاهزين بيه. بأكد تاني ده قرار اداري، وجاهزين بمجموعه من الاجراءات اللي هنعلنها خلال الايام القادمه عشان نضمن انه كتير من الفتاوى بيتم تصويبها، وكتير من الفتاوى المطلوبه هتطلع، ودي بتبقى قرارات ملزمه للمصلحه. لما بيطلع الفتوى دي اي مستثمر يقدر يستفيد منها، وبتبقى قرارات ملزمه لاي قطاع ولاي ماموريه جوه المصلحه، وهننشر اي حاجه بالتاكيد وهنتواصل في هذا الامر. بنتكلم على الراي المهم، حاجه مهمه جدا لو بنتكلم على اليقين. النهارده معالي وزير الاستثمار ممكن يكون بيتكلم مع شركه وعايزه تيجي مصر، بس عايزه قبل ما تبتدي تيجي مصر وتبتدي تشتغل وتضخ ملايين الاستثمارات، عايزه تاخد راي رسمي مش بس من مكتب محاسبه، من مصلحه الضرائب نفسها، بتقول له انت حقوقك ايه وواجباتك ايه والتزاماتك ايه وفقا لنشاطك. فده بنفعله، كان يمكن موجود كلجنه صغيره، احنا اللي بنعمله هنا ان احنا بنحول هذه اللجنه لقطاع او اداره تبع سيده رئيسه المصلحه، وبنوجد لها كل الامكانيات الممكنه البشريه المتنوعه، وبنديهم قدر كبير قوي من السلطه والقوه والقدره على تنفيذ القرار. ومره اخرى هذه قرارات ملزمه للمصلحه، ليست ملزمه للممول. الممول ممكن ياخدها ويناقش ويروح، لكن طالما طلع قرار مسبق في ايد الممول بقى ملزم لكل القطاعات في مصلحه الضرائب، وبالتالي يبقى عنده يقين، يبقى عارف ايه حقوقه وايه واجباته دون اي قدر من التاويل او المراجعه. احنا بنتكلم على حاجه مهمه جدا، ان احنا النهارده وحده دعم المستثمرين اللي كانت موجوده جوه المصلحه فعلا احنا نقلناها وكبرناها ونقلنا تبعيتها للسيده ومسؤوليه المصلحه، واديناهم مخصصات يعني اكبر بكثير مما كان موجود، واكدنا على كل انواع التعامل مع هذه الشكاوى وبسرعه، وهيبقى في نظام متابعه قوي جدا جدا لهذا الامر.
واحدة من الحاجات المهمة جدا، وده برضو تفاصيل اللي عملناه عشان نأكد عليه، نأكد على تفعيل هذا الأمر من ميكنة وغيرها من الأمور، كلها تكون تحت نظر حضراتكم، لكن كلها حاجات مهمة جدا. احنا النهاردة بنتكلم على حاجات مهمة قوي. النهاردة ايه افضل حاجة نقدر نديها للممول بعد ما دخل معانا والتزم وبقى عنده يعني اشتراك كامل في كل المنظومات؟ ان على الاقل الاقرار الضريبي اللي كان 70 صفحة او في نوع، في انواع ضرائب، واقل شوية في انواع اخرى، النهارده احنا جه الوقت ان نبسط. احنا خلال هذا العام كل الاقرارات الضريبيه بتبسط وبنخفضها عددا. معناها ايه؟ معناها ان في وقت اقل بتملي، معناها انه مش محتاج مجهود كبير نلاقي. وليه بنعمل كده؟ لان هو الحقيقه بقى ملتزم، وبقت معظم فواتيره واقراراته بتتقدم الكترونيه، فهيبقى في تبسيط جدا في الاقرارات. وعلى فكره دي حاجات بتؤثر جدا في تقييمنا الدولي، وفي تقييمنا في مؤشر، يعني كل المؤشرات اللي بتحصل دي حاجات مش حاجات شكلية، دي حاجات مؤثرة جدا، لأن الوقت والمجهود والزمن والتكلفة اللي بيدفعها وبيتحملها مستثمر ساعات بتبقى أحجام كبيرة جدا ومبالغ كبيرة جدا، فده أمور كلها بتبسط وبتخفض التكلفة الحقيقية على هذا الأمر. ده الموضوع الفحص بالعينة اللي أنا قلت عليه. كان عندنا زي ما قلت الفحص بالعينة كان في الماضي كان فقط في بعض المأموريات، دلوقتي هيبقى على الجميع. فكده خلاص الناس تبقى عارفة راسها من رجليها، تبقى عارفة إن هي بتتفحص وفقا لمنظومة مخاطر واضحة جدا، وفقا لمنظومة واضحة. وكمان حاجة مهمة جدا، احنا بنعالج القديم. هذه المنظومة دي بتراعي، والفحص بالعينة بيراعي كمان القدرات البشرية والإمكانيات المتاحة، وبالتالي بإذن الله من خلال تفعيل هذا الأمر مش هيبقى فيه بقى تراكم آخر، مش هيبقى فيه مشاكل أخرى متراكمة، لأن هنا بقينا بنشتغل على قد قدراتنا وبنظام مخاطر، وبالتالي ليس مطالب أي يعني دلوقتي اي ممول ان هو يبقى كل سنه بيتفحص. لا، لو كان في العينه. وطبعا ده بيدي مكافاه كبيره جدا للملتزم، لان نظام المخاطر اي واحد ملتزم وبيقدم كل اقراراته وبيرفع فواتيره خلاص هو بقى ملتزم، وبالتالي نظام المخاطر لوحده مش هيطلعه. وده نظام الكتروني ونظام مفعل على فكره، بس ما كانش مطبق على كل المأموريات والضرائب، دلوقتي هيطبق على كل المأموريات والمراكز والضرائب، وان شاء الله يساعدنا ان احنا مرة أخرى يبقى فيه حالة وضوح ويقين واضحة جدا. احنا بنتكلم النهاردة على حاجة برضو من الحاجات المهمة، موضوع الفحص اللي كان بيخلق لنا نزاعات. ما انا ما جيش احل بس النزاعات واسيب اصل المشكلة وهو الفحص اللي كان بيؤدي للنزاعات. فنظام الفحص هيبقى واضح جدا، في نظام فحص بالعينة خلاص اتفقنا عليه. هنيجي كمان حتى في الجزء اللي ممكن يتفحص سنويا، هيبقى عنده دليل واضح جدا قبل ما يقدم اقراراته في مارس، يطلع الدليل دوت قبلها بشهر او شهرين او ثلاثه، وهو جاهز وجاهز برضه بنطرحه للنقاش مع كل المهنيين. هيبقى واضح فيه لكل المأموريات ايه المطلوب، لو انت وقعت في عينه الفحص ايه البيانات المطلوبه منك فقط، وليس مطلوب منك اي حاجه اضافيه اخرى. ايه نوعيه البيانات تبقى جاهز بيها لو انت وقعت في هذه العينه، تقدر تيجي تقدم وتتفحص وبسرعه، ونخلص الفحص خلال نفس العام دون تراكم ودون مشاكل. ومره اخرى هيبقى في فحص مكتبي وهنتوسع فيه جدا، لان النهارده المنظومه بتسمح لنا بهذا الامر. في كتير من ان شاء الله الممولين مش هنطلبهم ان هم يجوا حتى يتفحصوا، احنا هنفحصهم من عندنا. بقى في منظومه الكترونيه وبيقدموا كل الاقرارات وكل البيانات، مش محتاجين نجيبهم في هذا الامر. احنا النهارده بنتكلم على حاجه مهمه جدا عشان نقدر بقى نخلص من التقديرات الجزافيه. كان لسه في بعض الامور اللي بنسمح فيها بتقديرات كده يعني ايه دون مستندات. احنا بننهي هذا الامر. بننهيه ليه؟ بننهيه عشان خلاص بقى انت خلاص بقيت لازم بتقديم فواتيرك، انت مش محتاج حاجه منا، انت النهارده اثبتت جديتك. فمش عايزين اي تقديرات جزافيه من كافه الاطراف، وعايزين نسهل الدنيا على بعض. فاحنا تدريجيا خلاص هنرجع تاني ان احنا كل ما هو مقدم في اقرارك من فواتير وايصالات سيتم الاستخدام بشكل كامل والاستناد ليه في معاملتك وفي فحصك وفي التعامل معاك في هذا الامر. على فكره الحاجات دي كلها دي مطالب بقالها سنوات طويله جدا من مجتمع الاعمال، من الممولين، دي جزء كبير جدا من المشاكل اليوميه اللي بنشوفها، والحمد لله كمرحله اولى بنعالجها. ما بنقولناش ان احنا عالجنا كل شيء، لان دي بقولت مره تانية دي المرحله الاولى. طيب احنا النهارده هنقيس نفسنا، هيبقى صعب، احنا جادين جدا في هذا الامر. فاحنا بنوعد وخدنا اجراءاتنا في التعاقد مع اكتر من بيت خبره محايد يقوم لينا بالاستقصاءات
ومتابعة لما يتم من إعلانه من إجراءات وإصلاحات عشان نقيم نفسنا، لأن الهدف بسيط جدا، احنا مش هدفنا غير إن الحاجات دي تنفذ بجدية ويحس بيها الممول والمستثمر بجدية نفاذ الأمر. فبالتالي احنا على استعداد تماما إنه حد يجي يقول لنا على فكرة 5 إجراءات دول تموا بنجاح، يمكن في مشكلة في حتة معينة أو في مأمورية معينة أو في بعض المأموريات هنعالجها. ممكن حد يقول لنا لا ده محتاج شوية تفعيل، مش جايب الأثر الكافي. ده شيء بديهي وهنعمله وهنستمر فيه وهنعلنه. هنعلن إيه اللي تم وإيه اللي محتاج شوية شغل قوي. يمكن العنصر البشري أنا يعني بؤكد مرة أخرى، ما تم عرضه اليوم كان بناء على تواصل وتنسيق كامل يوميا مع مصلحة الضرائب، وبرغبة مشتركة من الجانبين، وبإيمان كامل بأن هذا الإصلاح ضروري وهام لينا وللممول وللبلد. لكن لن يعني بنؤكد عشان ده يتفعل محتاج عناصر نجاح زي هذا العنصر. احنا بنقر ان شاء الله نظام تحفيز قوي جدا لكل زملائنا في المصلحة، مبني على قياس اداء ومبني على مؤشرات قياس اداء، مش مبني على فقط الايرادات المحصلة، بل مبني على خدمات واضحة جدا جدا. وهنستثمر بشكل كبير قوي، احنا ضاعفنا اكتر من مرتين موازنة وميزانية بإذن الله الاستثمار في العنصر البشري جوه المصلحة، ولن نبخل في هذا الأمر مهما كلفنا. نتكلم النهاردة على أدلة موحدة لكل إجراءات الفحص، وأدلة موحدة لكل أنواع الالتزامات الضريبية، ستكون متاحة بإذن الله قبل نهاية هذا العام الميلادي على مواقعنا، وهتكون موحدة وملزمة لجميع العاملين. احنا بنتكلم هنا على توحيد المعاملة لكل الناس ببساطة ووضوح. في الآخر عايزين الناس تعرف ايه حقوقها وواجباتها، والناس تلتزم بهذا الأمر. وهياخد منا شوية تواصل إعلامي قوي، ويعني نيجي لكم كل شوية بتفاصيل كمان في هذا الأمر بقوة. مرة أخرى، كل ما تم عرضه اليوم سواء من تعديلات تشريعية جاهزة ستكون في مجلس النواب الأسبوع القادم أو الأيام القادمة بإذن الله، وإن شاء الله كل القرارات التنفيذية جاهزة وتم مراجعتها وستصدر، وكل الأمور دي ستنفذ بالكامل خلال عام 24-25. حاجة آخر إجراءين، كان عندنا مشكلة إنه في عقوبات، وده طبيعي جدا لأي حد ما بيلتزمش، أنت عايز تكافئ الملتزم وعايز يبقى فيه برضه قدر من التشجيع للناس انها تلتزم، فلازم يكون في قدر من العقوبات. لكن كانت العقوبات مفتوحه مش محدده وما فيهاش اي تضرر، فكان بالتالي بنسيب مشاكل كتير قوي لحد عمل حاجه حاول يقدم اقراره بس كان بالليل النت او الـ العنصر التكنولوجي ما ساعدوش او لقى صعوبه، بنعامله نفس معامله حد ممكن يكون عن قصد ما قدمش اقراره، او عن قصد قدم بيانات مش مظبوطه، او قدم يعني فواتير وهميه. لا، هنعمل تدرج واضح جدا، وعدلنا نص القانون بحيث نسمح بتدرج شديد وفقا للعقوبة تبقى مرتبطة بالإجراء نفسه، مع التبسيط ومع مرة أخرى احنا بنثق في الناس وعايزين الناس تثق في المنظومة وتيجي وتشتغل، وهترى منا بإذن الله قدر من الانفتاح الشديد في التعامل. آخر حاجة بقى، كل الملفات القديمة قبل 2020 احنا بنوجد لها حل لحلها كاملا. طب ليه انا النهارده مش عارض التفاصيل بتاع الامر مع اننا حسمناها؟ لانه في بعض الامور لازم تخلص من ناحيه التشريعيه ثم تعرض على حضراتكم. لكن احنا بنقول احنا بنبتدي صفحه جديده، كل ما هو قديم طوعيا هنحله وهنوجد له حل كامل. جاهز هذا الحل وجاهز كل الامور دي، وعلى فكره الحلول دي هي الحلول اللي اتطلبت منا من مجتمع الاعمال. العشرين جلسه اللي انا عرضتهم في الاول دول كانوا جلسات كانوا مفيدين جدا لينا، ادونا رؤية واضحة جدا لكل حد. احنا عايزين ندي الناس في الاخر اقرار ان هو عنده مخالفة ضريبية من كل السنوات الماضية، ويبقى خلاص المنظومة الجديدة المنظومة الالكترونية بنشتغل فيها للمستقبل. فانا حبيت اعرض لحضراتكم كل هذه الاجراءات، كل هذه التفاصيل. في حاجات كتير قوي احنا ما قلناش هنا، لانها هتبقى اجراءات تنفيذية هنقوم بيها فورا وهنبقى جاهزين بيها، انما احنا جاهزين بهذا الامر وزارة ومصلحة وإن شاء الله دولة وحكومة، كلنا إن شاء الله هنشتغل على هذا الأمر، وإن شاء الله كل فترة نيجي نقول لكم النتائج من أحجام مشاكل حليناها، من نزاعات حليناها في هذا الأمر. أنا